مون هي شنو يعمل بارفوا تبدل القانون، معناها هي تاكسبتي لي دوموند ومازالت ما عملت لهمش التريتمون وتبدل الدومين دو فورماسيون وتقول لك سي ريترو اكتيف، معناها السيد مقدم عامل الكالكول دو سكور نتاعو على اساس اللي هو متعدي، يصب الدوموند يخلص الفلوس نتاعو، الدوسي نتاعو مازال ما بداش تريتمون، يتبدل الريغلومون يقول لك نو سي ريترو اكتيف، السيد يكون عنده مثلا بوزيتيف يولي نيجاتيف سي، معناها باش تجيه انتونسيون دو ريفو وتجيه الرفو من بعد ومشاو عليه فلوس وما عنده ما يعمل. قال لك هنا ما عجبتهمش الوضع، قال لك راهي ميدي تستغل في معناها تتعامل كيفاش يقولوا معناها موفيز فوا، تستغل في البوفوار اللي عندها بور ريفوزي لي دوموند، سورتو اللي كان عندها انفونتير كبير رقاتها سهله، ان دوسي ريفوزي سي بلو فاسيل ا تريتي اي بور بيرجي لانفونتير اللي عندها. قدموا بها قضيه، شكاو بها، قالت لهم مدام بيبيتا يعطيك عندكم الحق، صبوا القضية هذه وننظروا فيها ونحكموا. اللافي كوليكتيف شنو معناها؟ هذا ريكور كوليكتيف، معناها هذوما لي دو ريبريزونتون مسيو رحيم ومدام باسنت هما لي ريبريزونتون نتاع لي جروب هذوما، معناها انت معناها يعطيكم لي تخوا جروب هاكا، يعطيكم لي ديتاي نتاعهم تحبوا ندخلوا فيهم شويه شويه برك. اوكي، عندك الجروب الاولاني هو سو qui ont demandé les hâtes de demande certificat de sélection de Québec avant le 8 juillet 2013. Et donc, la bête, elle est sabou, les demandes de CSQ avant juillet 2013. Elle est normalement version papier. Au 1er août 2013, je l'étape de l'examen préliminaire. Je traitement. Au fait de demande, je vais vous demander de CSQ. Je vais vous demander un formulaire A1520 qui est en train de la plateforme Mon Projet Québec. C'est le formulaire de demande de CSQ, l'A1520, ou l'A1520AF, ou anglais ou français. C'est ce que nous avons fait dans le dossier. Au lieu de la demande Mon Projet Québec, vous avez fait en ligne. هذه قبل كان في الفورمولير محطوطة الجملة هذه نو تريتون فوتر دوموند دو سيرتيفيكات سيليكسيون سولون لي ريغلومونطاسيون اون فيغور او مومون او فو لا ديبوزري او اون فراز سيميلير. دونك قبل كي كان يصب الدوموند راهو يقولوا له نحسبوا لك الكالكول دو سكور نتاعك على حسب القانون الحيني اللي انت صب فيه الدوموند، القانون الجاري به العمل نهار اللي صبيت الدوموند، مش تجي بعد عام ولا عامين بدلت لي دومين دو فورماسيون وتقول له انت نو سي ريترو اكتيف، نرجع لك على الدوموند نتاعك وانا مازلت ما بديش التريتمون نتاعها وما تعطينيش البوسيبيليتي باش انا نبطل، خذيت لي الفلوس واقل حاجه تمنيكت عليا، معناها سرقت لي فلوسي بنظافه. هذا هو معناها البرانسيب. يعطيك شنو اخر دون لا دوموند ا ايتي او سورا ريفوزي بار لو مينيستر car en raison de l'application rétroactive des modifications, ces personnes n'accumulaient plus suffisamment de points pour passer l'étape préliminaire ou pour être sélectionnées. Qui m'a dit que tu demandes de faire ça, tu fais le flux, tu rajoutes le rétroactivité dans les règlements, tu fais le flux, donc je dis soit j'ai été refus, soit je dis intention de refus, ou bien je dis refus. Je ne sais pas, le pointage est que tu as un score comme plus 16 points, ou قبل كانت 16 ou 12 points, تو نحاول لك 16 points, رجعوا لك لل 6 ولا لل 0 et c'est annulé, 16 نحي وما عادش تتعدى. هذا الجروب لو. لو جروب الثاني، الجروب معناها سيت ان انسومبل دو بيرسون، هذوما العباد اللي يلقى روحه هو في الكا هذيك يتسمى جروب. عندك توت بيرسون ايون ديبوزي اون دوموند دو سي اس كيو كذا كذا افون لو 8 جويي 2013 dont la demande de CSQ n'est pas rendue à l'étape de l'examen en date de 1er août 2013 et dont la demande a été ou sera refusée. Kif kif, on a été faire le 1er, le 8 قبل le 8 juillet ou ما وصلتش l'étape 1er août, هذوما اللي بعدهم معناها l'examen في 1er août, هذوما البارتي اللي بعدهم زاد كيف كيف ils sont concernés. وعندك troisième groupe اللي concerne beaucoup de personnes qui ont déposé le demande des CSQ نتاعهم في المون بروجي كيبيك، هذوما dont la demande de CSQ ne s'est pas rendue à l'étape d'examen en date de 8 mars 2017. كما تعرف 8 مارس جرات modification في liste des domaines de formation، تنحى بموجبها معناها ils ont été rétrogradés le pointage surtout، ok
كانت الكاتيجوري A من 16 هبطوها ل 12 والB من 12 ولات ل 9 السي قعدت في 6 بوان اما ومست الدومين بوست سكوندير هذاك بلوس دومين دو فورماسيون كانت تعطي في 10 نقص زوز بونتوات ولات 8 بوان دونك ثم عباد تمست مينيموم في 3 بوان ثم عباد تمست في 5 بوان خاطر ليز دومين ما تبدلتش برشا معناها في الوحدات ثم شكون اللي نقصوا له 3 بوان وثم شكون اللي نقصوا له 5 بوان حاجه اخرى لي سوي تزادوا كانت 49 ولا 50 معناها حتى معناها ديفيرينس كبرت معناها عباد تمس وصلت تتمس في 6 بوان اون طون كو سيليباتير 6 بوان قدام 50 بوان معناها ابروكسيماتيفمون في 10 ولا في 12% من سكور تاح له ضربه واحده على خاطر ريترو اكتيفيتي والسيد ديجا مخلص الفلوس نتاعو دونك نجم تجي انتونسيون دو رفو ولا رفو ولا باش يعديوه للفرونسيزاسيون هذا معناها تمسوا فيها العباد العباد هذوما ما عندهمش بوسيبيليتي باش يحسنوا الوضع نتاعهم معناها يستناو في انتونسيون دو رفو نورمالمون توا ايلزون ceux qui ont été touchés par ça, ils ont reçu leur intention de refus pour mon projet Québec. Oui, c'est un nouveau budget. Ça, le Canada passe le français, ou la carte le seuil pour dépasser le seuil une autre fois. Donc, j'ai une liste de documents personnalisés. Ou est-ce que mon labet, madame, j'ai une liste de documents personnalisés. Moi, je me soucie de le grouper. Est-ce que à la carte, on t'a donné l'examen préliminaire. وباش يدخلوا معناها ليتاب نتاع الكومبليتيد دو دوسي هذوما ما يتعدى خاطر تعداو معناها السكور نتاعهم خول لهم باش يتعداو هذوما ما يتمسوش شكون اللي يتمسوا هما اللي جاتهم انتونسيون دو رفو ويبدا المارج ديغور اونتر 1 اي 6 بوان خاطر الريترو اكتيفيتي مستهم فك البوانتاج هذاك خلاتهم ولاو نيجاتيف وباش تجيهم انتونسيون معناها جاتهم انتونسيون دو رفو وباش تجيهم باغ لا سويت رفو هذا هو بالنسبه لي جروب اللي شجروا هما شنو قالوا لكم هنايا حسب القانون نتاعهم لازم الميدي تعلمكم قانونيا من المحكمه الجهه هي ما عينيهاش باش تعلمكم فان كونت اما بار اوبليغاسيون جوريديك لازمها تعلم لي كونديدا الكل باش كل واحد يعرف روحه فين هو جروب وهي وسط الجماعه اللي في المون بروجي كيبيك نورمالمون ثم لي دو زوتر جروب اللي صبوا في 2013 نورمالمون تجيهم بار فوا بوستال تمشي لهم اليوم جواب ولا تجيهم par les représentants نتاعهم معناها لي كونسلتون نتاعهم ولا معناها سي سيغمون معناها لي بوبلي معناها بوبليك معناها سي اون ابليكاسيون بوبليك يقراو الانفورماسيون هذيا شنو يقولوا لهم بالمحبط هذيا علمتكم وقالت لكم عندكم 60 يوم كانك انت واحد في الجروب ما الجروبات هذوما راهم ثم ريبريزونتون اللي هو مسيو رحيم ومدام باسنيل راهم مقدمين بنا قضيه مع المحكمه السوبيريور راهي القضيه في تطور الدراسه قاعده ماخذه مجراها القانوني يا سيد كانك تحس روحك انت موضع وممسوس وباش تجيك رفو وخسرت فلوسك للفري غوفرنمونتو ما تعمل شيء راك انت محطوط باغ ديفو في الدوموند بتاع الجماعه خاطر هو ريكور كوليكتيف الجماعه الكل اللي ممسوسين في هذوما الكل رانا نمثلوك رانا نمثلناكم راهو عندك محامين هذوما راهم ممثلينكم باغ ديفو يعني يا سيد انت تحب تجبد روحك معناها ما تدخلش معانا بالربح ولا بالخساره خاطر هما كان يربحوا معناها والمحكمه تحكم لصالحهم راهو انت موك جاك رفو الميدي اوبليغاتوار عليها تخلصك ترجع لك الفري غوفرنمونتو نتاعك خاطر هي كي رفضتك على اساس رجعت بالروترو اكتيفيتي نتاع لا دوموند نتاعك وهذايا كلالك اللي فري غوفرنمونتو وهي ان سورا بار لا سويت دون لوبليغاسيون دو تو رومبورسي ولا تو رومبورسي ريبريزونتون نتاعك ترجع لك اللي فري غوفرنمونتو كان ربحوا القضيه تنجم تاخذ عامين ثلاثه راهو مش سي با ديسي او لوندمان باش تجي النتيجه اما بالنسبه ليكم انتم معناها العباد اللي تمسوا جاتهم انتونسيون دو رفو على خاطر الريترو اكتيفيتي هذه ما تعمل شيء خلي روحك مع الركور كوليكتيف ثم قضيه باسمك مصبوبه وقاعده تمشي ماخذه مجراها القانوني واستناو الحكم نتاع المحكمه كان ربحوها لي ريبريزونطون الميدي باش ترجع لكم فلوسكم دي فري غوفرنمونتو انتم رفوزي ديجا معناها المهم ترجع لكم الفري غوفرنمونتو مش خدات لكم فلوسكم ومن بعد بدلت القانون ومن بعد خذيت لكم فلوسكم وقالت لكم رفوزيت
سي با لوجيك. دونك هي مادامها بدلت تحمل المسؤوليه نتاعها ترجع لكم الفلوس نتاعكم في الجوفرنمون. كانكم انتوما ما تحبش تدخل في الركور هذايا ما نعرفش معناها بوتيت كيل اون دي بيرسون كي فول با اونتري دون سو ركور معناها يقول لك انا بدلت لي القانون ورفضتني وفلوسي مانيش مستحقهم لفري غوفرنمون تو هذوما باش ترجعهم. دونك عندك 60 يوم تبعث لهم تقول لهم انا ما مدخلنيش في الركور هذايا نجبد روحي من الحكايه الكل انتوما رفضتوني رفضتوني بارك الله فيكم الفلوس خذها صدقه من عندي في الحكايه سو كي فول معناها يخرجوا مع الركور كوليكتيف. رايي الشخصي اللي انا معناها حاجه باهيه برشا معناها الركور هذايا بيرسون اوزي او باغامون دو كونتيستي تيل ديسيزيون اللي هي غير تشوفوها غير انسانيه اكثر منها. شو معناها انت تقول تعمل لي بوبليكاسيون تعمل لي بوبليزيتي وتقول لي ايجا تاتيت ديكزومبل مثلا نقولوا احنا بوتيك ديليكتروميناجي عمل لك كيفاش يقولوا بوبليزيتي يقول لك فريجيدير مثلا ب 900 دينار تدخل تعدي البوند كوموند تخلصوا 900 دينار تروح للدار تستنى في الليفريزون يجيك غدوة يقول لك ليه بدلنا السوم راهي 1100 يا تزيدنا ل 1100 يا مشاو عليك 900 سي لو ميم برانسيب ما تجيش. هذه هي القضية معناها القضية يقول لك السيد كان ربحت نجم ترجع لها البوتيك هذيك تقول له اعطيني فلوس 900000 بطلت انت رفزتني انا بطلت خسرت وقتي هذاك دفع الله مكان اعظم ما قبلتنيش خاطر الكريتير نتاعي معاش قلتو ومو رجع لي فلوسي اللي انت على اساسهم من الاول قبلتني اللي هما يتمثلوا في الفريق غوفرنمونتو. هذا هو بالنسبه للركور شنو هو اللي يجري فيه. معناه العباد اللي يشوفوا روح متمثلين في الركور هذا ما يعملوا شيء يخليوه ماخذ الوقت نتاعو لا يجاوبوا لا ميدي لا حد شيء هو ماخذ مجراه القانوني نهار اللي تجرى الحكم هذايا طيب يبعثوا لكم افي اللي هو الركور نجح ونورمالمون البروسيدرون على او رمبورسمون دي فري غوفرنمونتو يرجعوا لكم بال اسافوار كيفاش باش يعملوا بار شيك بار تو يشوفوا كيفاش يخلصوكم. الجماعه اللي تحب تجبد منها من الركور يبعث جواب كيما قالوا لكم موداليتي دانفورماسيون تبعثوا لهم جواب تقول لهم رانا احنا ما مدخلناش ما نحبوش معناها ما نفهمش انا علاش تو نغيانا بيرد فانت كون هانتي رابح داخل في الربح خارج من الخساره علاش باش تقول لهم علاش كل واحد وظروفه وكيفاش يخمم ما عندهمش علاش تبعث لهم تعلمهم تقول لهم انا ما ندخلش فيه نحب نعمل قضيه وحدي بالميدي بار اكزومبل يحب ياخذ محامي يمشي يشكي بالميدي وحده بازي لي ليبر يجبد روحه من الركور كوليكتيف يمشي يعمل ركور وحده هو والمحامي نتاعو يتحمل مصاريف ويريقلو. هذا هو بالنسبه لليوم juste j'aimerais souligner pour monsieur Alexis Ngombo ok juste il souligne sous le fait que je parle en arabe j'aimerais bien préciser que ce sont des capsules spécialisées pour les maghrébins parfois je fais des capsules vidéo des explications en français mais tant que nous sommes une firme d'immigration spécialisée pour les Maghrébins, donc on focalise plus sur que la langue arabe pour que la majorité de nos candidats puissent nous comprendre mieux. Ça n'empêche que sûrement il y aura des capsules en langue française et peut-être en langue anglaise qui seront assurées par nos consultants partenaires, surtout nos consultants qui se spécialisent pour l'Afrique subsaharienne, plus précisément Monsieur Philippe Fonjo, sûrement il aura des capsules vidéo qui seront destinées pour cette clientèle. Et merci pour la compréhension. Ok, ça c'est que maintenant, c'est quoi pour nous le lion. Inch'Allah, je vais comme la consultation, la capsule هذه. On fera un autre sondage inchallah. Juste hâtez comme sondage puis le groupe interne en ce qui concerne les futurs séminaires, je n'aime des conférences inchallah soit Tunis, Zaïre ou le Maroc durant l'été.
جوست حطونا اكثر بور سافوار، معناها كوشي اكثر بور سافوار او لي بلانيفي خير، معناها بور توشي لو بلوس دو موند بوسيبل باش نوصلوا بور كونتورني معناها هذايا الفينومين دو فانتوم اللي جاو من هب وشب، على معناها العباد الكل اللي تفهم في الايميغراسيون تعطي في لي كونساي بور يسكروكي لي جون ياخذوا لهم في الفلوس نتاعهم، وعباد مش فاهمين شيء يتبعوا معناها، والمشكل اللي واحد يشوف حاجه رخيصه يقول له يمشي، معناها البروباج لانفورماسيون يقول العباد وي هذا رخيص هذا رخيص، نو سي با سا سي با سا، مش حكايه رخص بالنسبه للرخص ولا حاجه تشيب ولا حاجه رخيصه، معناها قد وحدكم معناها ما تعملوش مع دي كونسلتون، قد وحدكم ركزوا اموركم اقراوا تو لي زانفورماسيون موجوع انفستيزي معناها في الوقت في كونسلتيو لي سيت، خذوا المعلومات من لي سيت اوفيسيال واعملوا لي بروسيدور وحدكم، معناها ما تمشيوش للرخاص، معناها رد بالكم ما تمشيوش للرخاص ولا يقول لك هات وتاخذوا بالجارونتي اللي انت تمشي وهاي فيزا ونبيع لك فيزا سي سور، رد بالكم معناها بو ريسكي لو طون لارجون برشا حاجات. ان شاء الله نعملوا دي كونفيرونس نحاولوا نفسروا فيهم معناها لي بروسيدور لي ديفيرون بروغرام. C'est pas la première fois, maintenant, plusieurs conférences auparavant, elles ont été médiatisées. Nous comme une nouveauté, Inch'Allah. Juste, j'aimerais fixer manel, les pays où soit Tunis ou Jazeera, Tawa Hasb le sondage, mais chez manel, Tunis ou Jazeera, on a l'acteur. On va planifier ça d'ici la fin du mois. Je vais fixer les dates et les lieux des conférences durant cet été, au début de l'été, normalement. وان شاء الله نعاونوا بقدر المستطاع، معناها هذا هو فاند كونت شنو هو الواعظ اكثر منه ابوت لوكراتيف، خاطر لوكراتيف تو لو موند بوف ايميغري مي خذوا لافورماسيون دون سورس فيابل، هذا هو لو بلوز امبورطون. نشكركم على الواحد كل شيء بريفي بوتيتر لا سيمين بروشين نعملوا اون سيونس دو كيستيون ليبر en ce qui concerne l'immigration et l'intégration et la relocalisation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci.